أهلا بك. دعنا نتعلم نصيحة قراءة لمساعدة الأطفال على إثبات أفكارهم أثناء القراءة. شجعهم على التركيز على ما يقوله الكتاب بالفعل من خلال البحث عن التفاصيل. سوف نتدرب على إثبات أفكارنا بينما نقرأ. دعنا نستمع إلى القصة. There were three best friends named Titan, Dex, and Maya. They loved playing together and going on long walks. Music licensing reimagined. Maya and Dex run around with each other. Titan prefers to relax in the sun because he is the oldest of the pals. Dex and Maya get tired and go check on Titan, happy to relax with their best friend. إنا سعيد لأن الكتاب أعجبك. هل يمكن أن أطرح عليك بعض الأسئلة بينما نقرأ؟ بالتأكيد. رائع. ستساعدك الأسئلة على فهم. تيتان، ما رأيك فيه؟ يبدو تيتان مختلفاً عن الكلاب الأخرى. فكرة مثيرة للاهتمام. ولماذا تظن أنه مختلف؟ لا أعرف. عندما يعطي طفلك فكرة، فمن المحتمل أن تكون قصيرة. والسؤال عن التفاصيل قد يساعده على التفكير جيداً وشرح فكرته بإسهاب. لذا يمكنك أن تسأل، لماذا تعتقد أن تيتان مختلف؟ قل له تلميحاً أو فكرة لتساعده على الإسهاب، ويمكنك أن تقول أعتقد أن هذه القصة ستكون في الغالب حول تيتان. ثم أطلب من طفلك العثور على أدلة لدعم هذه الفكرة. إذا أعطى طفلك فكرة غير صحيحة، أطلب منه إثبات تفكيره. هذا يساعده على النظر في طريقة تفكيره. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين فهمهم. ما التفاصيل التي لاحظتها؟ كان تيتان يرتاح بمفرده. يرتاح. تيتان رائع. لماذا كان؟ ربما كان متعباً. دعنا نواصل القراءة لنعرف. إن مطالبة طفلك بأن يقول تفاصيل حول ما يقرأ يمكن أن تساعده على فهم سياق النص. عندما نطلب من الأطفال شرح أفكارهم، فإن ذلك يساعدهم على تنظيم أفكارهم وربطها ببعض، كما أنه يشجعهم على التفكير بعمق فيما يقرؤونه. على سبيل المثال، أسأل كيف توصلت إلى ذلك؟ قل المزيد. فكرة رائعة. قل لي بعض التفاصيل التي جعلتك تفكر في هذه الفكرة. يساعد ذلك طفلك على استخدام النص لدعم أفكاره، مما يساعده على فهم النص. هل يمكنك إثبات فكرتك لي؟ أرني هذا الجزء في الكتاب. أكبرهم سنا تيتان يقول هنا أن تيتان ترى هل سينضم الكلاب الأصغر إلى. إذا كان طفلك بحاجة إلى مساعدة، فشجعه على الإشارة إلى أجزاء من الصورة أو كلمات محددة أثناء القراءة لمساعدته على العودة إلى مسار الأحداث الصحيح. إذا لم يساعد ذلك، فيمكنك التدخل ومساعدتهم على إعادة قراءة الجزء الذي سيساعدهم على فهم القصة. يمكن للأطفال الصغار استخدام الصور كدليل، بينما يجب على الأطفال الأكبر سنًا العثور على كلمات أو عبارات. تتيح لنا القراءة التعلم والنمو. حتى لو صعب الأمر، علينا المتابعة لتحقيق أهدافنا. تذكر أن معلم طفلك في سبخ نكب وخت موجود لمساعدتك. تواصل معه وأخبره كيف يمكن أن تطبق أسرتك نصيحة القراءة هذه.